والله احنا عندنا طبعا خدمه مع الاخوان في وزاره الماليه، خدمه تسديد حاليا يوجد فيها اكثر من 24 جهه حكوميه. الحمد لله الارقام وصلت الى مليون عمليه، بس الطموح اكبر من مليون عمليه. نسبه نموها جدا كبيره، اكثر من 50% السنه اللي فاتت، بس ما زال يعني. طبعا الميزه في الخدمات والتعاون مع الحكومه والجهاز المركزي، ويمكن انت كنت حاضر في واحد من المؤتمرات، انه من المليون عمليه هذه كان في تقريبا 280 الف عمليه تمت على الانترنت. المراجع سواء مواطن او مقيم ما احتاج يروح الوزاره ولا احتاج يروح للزحمه عشان يخلص معاملته. طبعا منهم وزاره المواصلات، منهم وزاره الكهرباء، منهم وزاره الداخليه على المخالفات، بس المجال ما زال كبير. في خدمات كثيره في الدوله نقدر ان بالتعاون مع الجهات الحكوميه تقديمهم عن طريق الدفع الانترنت، اسوة بالقطاع الخاص. يعني احنا عندنا على القطاع الخاص قاعد نوصل الشهر الواحد 800 الف عمليه على الانترنت. يعني هذه ودائما تشوف يعني ان دائما الحكومه عندهم معاملات، كلنا نحتاج نروح الحكومه بالايام والاسابيع عشان نخلص معاملات اللي موجوده عندنا. يعني انتم توفرون خدمات السحب الالي ايضا، وهي خدمه يعني لا يستغني عنها اي مواطن او مقيم في الكويت، لكن وليس مثل الخارج، من يريد السحب لابد ان يذهب الى فرع بنك او بنك رئيسي، وفي الخارج ربما نجدها حتى في البقالات ومحطات الوقود. يمكن تكلمنا في بداية اللقاء أن كانت ما تبي تدفع كثير بخدمات السحب النقدي. السحب النقدي يقدم في الكويت من أجهزة البنوك، وكلهم مربوطين مع بعض في كانت. يعني حسب الإحصاءات اللي موجودة يوجد في الكويت 1300 جهاز سحب آلي موجودة منتشرة في جميع أنحاء البلد، وكلها تقبل بطاقة كانت اللي هو البطاقة المصدرة المحلية من البنوك. طبعا لو تشوف العدد مقارنة مع بعض الدول هم أخف نسبة، يعني لما نقارنها مثلا بنقاط البيع 34 ألف نقطة بيع. وهذا توجه خلينا نقول سليم وصحي، أن الناس ليش أسحب فلوس عشان أدفع في المحل إذا أنا أقدر أدفع في على طول في هذه الأشياء. وهذه شوف اختلافات بين الدول وبين المجتمعات، أن في مجتمع يحب الكاش أكثر، في مجتمع يحب البلاستيك أكثر، بس الهدف في الشركة أن ندفع الناس للبلاستيك أكثر من النقد.